اهلا بحضراتكم من جديد في هذه الاطلاله المستمره مع حضراتكم من الان. نستعرض ونسلط خلالها الضوء على جديد واخر التطورات في هذه المره حول مجمل التطورات الاقليميه والدوليه، البدايه مع سوريا التي اعلن المبعوث الاممي اليها ستيفان دي مستورا اليوم انه من الممكن انعقاد اللجنه الدستوريه السوريه التي لم تشكل بعد في شهر ديسمبر المقبل. وبدوره اشار المندوب السوري لدى الامم المتحده بشار الجعفري الى ان سوريا حريصة على أن ترى لجنة مناقشة الدستور الحالي النور في أقرب وقت ممكن، وهي كانت أول من سلم قائمة الأعضاء المدعومين من الحكومة السورية، مضيفا أن الحكومة السورية تؤمن بدور الأمم المتحدة الذي يحترم مبادئ الميثاق وأحكام القانون الدولي ويحترم سيادة الدول ولا يفرض الإملاءات والشروط بحسب تعبيره ويرفض سياسات الابتزاز التي تفرضها بعض الدول. للمزيد ينضم الينا الان عبر خدمه سكاي من العاصمه الالمانيه برلين المحلل السياسي السوري ابراهيم كابان. استاذ ابراهيم اهلا وسهلا بك. يقولون دوما ان الشيطان يكمن في التفاصيل، هل استغرق السوريون في نقاشات تفصيليه حول بعض النقاط التي ربما يكون من شانها ان تؤخر انعقاد هذه اللجنه؟ بعد تحيه لكم ولمشاهدينكم الكرام، بالتاكيد يعني الشيطان يكمن وتكمن بالتفاصيل، يعني عدم تبلور الوضع السوري بشكل ما هو مطلوب من اجل عقد اجتماعات حقيقيه من اجل كتابه الدستور الجديد. انا اعتقد هناك اشكاليات بين الاطراف التي تتحرى لهذه المساله، وخاصه هناك تسير من قبل الامم المتحده في مساله اشتراك مكونات في كتابة أو صياغة الدستور الجديد. يعني النظام السوري لا يزال يحاول شكل وسائل العودة إلى مدينة إدلب والسيطرة على تلك المنطقة، والأتراك يهددون الشمال السوري وخاصة الإدارة الذاتية ومحاولة إقناع الأمريكيين والغرب من أجل غزو ما تبقى من الشمال السوري. النظام السوري يحاول خلق بلبلة مع الإدارة الذاتية حتى هذه اللحظة، وتتعرض مسألة وجود حلحلة للموضوع الإدارة الذاتية، وجود استقراري مع الإدارة الذاتية. أعتقد المسألة لم تتكون أو لم تتبلور بما هو مناسب في الداخل السوري مما هو. لكن أستاذ إبراهيم، أنت تتذكر أن هناك وثيقة أو مسودة وثيقة دستورية سورية قدمت من قبل روسيا وقالت أنها ليست لا تطرح باعتبارها مسودة دستور رسمي، لكنها على الأقل ورقة يمكن الاستهداء بها. منذ ذلك التاريخ الذي قدمت فيه روسيا تلك المسودة وصولا إلى اللحظة التي يتحدث فيها السوريون بشراكة الأمم المتحدة حول لجنة دستورية سورية، ما الذي تغير؟ هل يمكن أن تكون هذه الورقة نواة بالفعل لدستور سوري وكانت قد تلقت سهام نقد واسعة؟ طبعا الدول ما تسمى الضامنة بقيادة روسيا وبشراكة الإيرانيين وتركيا والنظام السوري كان لهم رؤية حول مستقبل سوريا ووضع سوريا، على أساسها تم صياغة الدستور، يعني بعد انعقاد المؤتمرات التي تمت في كازاخستان وفي روسيا على هذا الأساس. ولكن أيضا الطرف الآخر الأمريكيين والفرنسيين وبعض الدول العربية أيضا يعني لهم رأي آخر. الموضوع كان روسيا تريد أن تنهي موضوع سوري أو تنهي موضوع الدستور من خلال أجنداتها الخاصة التي فرضت من خلال القوة في 2015 وامتدادا من ذاك التاريخ إلى هذا التاريخ. وأيضا الطرف الآخر لا يقبل أن يكون الدستور صياغة الدستور وفق المصالح الروسية أو البقاء الروسي في سوريا. لهذا أعتقد يعني الضامن الأساسي لهذه التوافقات هو الأمم المتحدة ومشكلة أمم المتحدة. لكن وأنت تشير إلى أن روسيا هي التي قدمت مسودة سابقة للوثيقة الدستورية السورية، وتقول أيضا أن اللجنة الدستورية السورية كانت ثمرة لما تمخض عنه مؤتمر سوتش الذي استضافته روسيا، هل الأمر من قبيل المصادفة ولا روسيا تظهر اهتماما واضحا بشأن الوثيقة الدستورية السورية الحاكمة فيما بعد، ما يعني أن لروسيا تصور ما مرتبط بإما جغرافية سوريا المستقبلية أو بشكل نظام الحكم فيها؟ هل المسألة مصادفة أم أن لها فيها مآرب أخرى؟ يعني كل طرف من أطراف القوى الخارجية في سوريا تحاول بشتى الوسائل شد الحبل يعني وإيجاد مخرج أو إيجاد مدخل لها في الكعكة السورية. هذا واضح من خلال التحركات الأمريكية الفرنسية اللاحقة التي أيضا يعني تكللت باجتماعات في أوروبا من أجل إيداع أو وضع
شكل جديد للدستور. أنا أعتقد روسيا يقدم هذا النموذج القديم الجديد، وأيضا الاتحاد الأوروبي وأيضا الأمريكيين سيقدمون نموذج آخر، وسوف يكون الضامن، يعني الضامن هو اتحاد الأمم المتحدة، ديمنسورا سيكون الضامن، وما سيكون خليف ديمنسورا هو سيكون الضامن. لذا أعتقد يعني المشكلة القائمة الآن أصلا أستاذ إبراهيم، والانتقادات التي وجهها بالأمس السيد بشار الجعفري كانت مرتبطة بالقائمة التي ينتظر أن تسلمها الأمم المتحدة باعتبارها القائمة الثالثة من قوائم اللجنة الدستورية السورية. السيد بشار الجعفري والحكومة السورية تقول الآن أن الأمم المتحدة ربما تحاول ممارسة دور الوصاية، كيف يمكن التعامل مع الأمم المتحدة باعتبارها طرفا ضامنا وهي تستقبل كل هذه الانتقادات بشأن قائمتها أصلا؟ يعني بالتأكيد يعني النظام السوري بعد عودته إلى يعني مناطق مهمة سواء في جنوب سوريا أو في الشمال غربي سوريا تحاول فرض أجندتها من خلال الدستور الذي قدمته روسيا، وأيضا الطرف الآخر لا يقبل بهذا الدستور بحكم هذا الدستور ربما يكرس الوجود الروسي في المنطقة. لذا هناك صراع، يعني النظام السوري يتحدث بلسان الروسيين ويرفض أي وصاية خارجية، وطبعا هو تحت وصاية خارجية، تحت وصاية الروسية والإيرانية. هذا الدستور الذي قدمته روسيا ربما هو الضامن لبقاء النظام السوري على السلطة، وأيضا للتضعيف المعارضة. يعني حتى المختارون من قبل روسيا في ذاك الدستور أو اللجنة الدستورية الأسماء التي تم تقديمها هي معارضة أساسا تنحسب على النظام السوري. ولا ننسى عدم مشاركة قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في هذا الدستور والسيارة أيضا خلقت انزعاجا لدى الولايات المتحدة الأمريكية والفرنسيين وبعض الدول العربية. من هنا أعتقد يعني ستفرض الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا من خلال الأمم المتحدة والدول العربية أيضا من خلال الأمم المتحدة نوع مختلف من الدستور الروسي، يعني سيكون أيضا لهم يعني وجود وفي المنطقة التي أساسا يدعمونها في محاربة الإرهاب ألا وهي الإدارة الذاتية. يعني لا ننسى التقسيم الحاصل في داخل سوريا، هو يسيطر قوات سوريا الديمقراطية على 30% من سوريا، وأيضا النظام لا يسيطر على ربما 55 أو 60% من سوريا، باقي هو الاحتلال التركي. يعني نحن أمام تعقيد المشهد الداخلي السوري وعدم وصول حقيقة على الأرض وعدم تبلور ما هو يجب أن يكون هناك أن يلتئم المجتمعون أو أن تلتئم القوائم الثلاث هذه في ديسمبر المقبل. هذا من المفترض بحسب الأنباء الواردة عن المبعوث الأممي إلى سوريا استفندي مستورة وربما المبعوث الأممي التالي له. هل يعني ذلك أن تبقى كل الأطراف مسيطرة على ما قد سيطرت عليه من الأراضي السورية، وهذا يعني أيضا أن الجميع سيذهب إلى نقاش سياسي ما بعد الحديث عن الوثيقة الدستورية، ولا ليس ثمة تلازم بين النقاش الدستوري وبين المعارك الجارية على الأرض إن استمرت إدلب أو في غيرها؟ يعني بالتأكيد ما يحصل على الأرض سيكون له انعكاسات سواء كانت إيجابية أو سلبية على أي تقاربات أو اجتماعات من أجل حلحلة مسألة الدستور في سوريا. النظام السوري بطبيعة الحال يريد إطالة عمر هذا الصراع أو إطالة عمر كتابة الدستور، لأنه الرابح الأول والأخير بحكم روسيا تفرض على الاحتلال التركي بعد يعني شروط من أجل الخروج من مناطق الشمال السوري، الشمال الغربي السوري. وأيضا تركيا تحاول تعويض خسارتها في إدلب وفي مناطق أخرى في شرق نهر الفرات، وأيضا وجود الأمريكي الفرنسي في تلك المنطقة يعيق العربي طبعا يعيق أيضا التطورات التي تود تركيا أن تفعلها في شرق الفرات. هذه التعقيدات الموجودة أيضا لها انعكاسات سواء كانت سلبية أو إيجابية على سن أي تطورات في قبة أمم متحدة أو سواء برعاية أمم متحدة. لهذا أعتقد مثلا تحتاج إلى وقت أيضا، يعني ستكون هناك اجتماعات أخرى، وإن كان إذا لم تشارك في هذه الاجتماعات أو لم يتم إشراك الأطراف والمكونات العسكرية والسياسية الأساسية في سوريا فسوف لن تكون هناك حل. الأمريكيين والفرنسيين سيتشبثون بحلفائهم على الأرض، وأيضا تركيا تتشبث بحلفاء على الأرض. بمناسبة التشبث الذي تتحدث عنها على المستوى المناطقي، لا يبدو أن تركيا أظهرت رغبة في إمكانية مغادرة المناطق التي سيطرت عليها أو سيطر عليها بعض الموالين لها في الشمال الغربي السوري ولا شرق الفرات الذي تسيطر عليه بعض الفصائل الموالية للولايات المتحدة الأمريكية، وحتى بعض المناطق في شرق الفرات التي تظهر تركيا رغبة في التعامل معها. الجيش السوري لا يبدو أنه سيذهب للاشتباك في هذه المناطق على الأقل بشكل مرحلي، كيف يمكن لدولة أن تكتب دستورها بينما هذه المناطق بأكملها خارج سيطرة الدولة؟ يعني بالتأكيد عندما طرحت إدارة ذاتية ديمقراطية في الشمال السوري حلا للتواصل مع النظام السوري وحصلت اجتماعين أو ثلاثة في دمشق من أجل حلحلة هذه الإشكالية، كان هو طريق الحل
لمسألة تقارب هذه الأطراف وخاصة القوى العظمى في سوريا، القوى المحلية العظمى اللي هي قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام. إذا تم إيصال حل أو إيصال إلى حل بين هذين الطرفين، فالطرف الثالث لا يشكل خطرا بحكم أنه لا يسيطر سوى على 7% وهو الاحتلال التركي الموجود فيها. وبالمناسبة منذ يومين تجري معارك في الشمال السوري، الشمال الغربي، مناطق الاحتلال التركي، حيث دفعت تركيا الكتائب التركمانية القادمة من تركستان ومن الصين للقضاء على ما يسمى الجيش الحر في الشمال السوري، وهي تبين لنا واضحا أن النظام التركي موجه متجه نحو القضاء على الوجود العربي في الشمال الغربي سوري من اجل لا استاذ ابراهيم، تقول ان تركيا الان ببعض فصائلها اصبحت تقاتل الجيش السوري الحر الذي هو بالاساس اصلا كان مدعوم او ربما تمخض من رحم الدعم التركي. طبعا يعني تركيا سحبت هذه القوات من الداخل السوري باتفاق مع روسيا عندما جمعتهم في الشمال السوري. الان يقضي تركيا على هذه المعارضه المسلحه التي هي اساسا كانت في مناطق الغوطه ودرعا وايضا حمص وحلب، الان تقضي عليها لصالح جماعات تركمانيه غير سوريه. يعني يوم امس كان هناك معارك داخليه بين الكتائب المدعومه تركيا والكتائب العربيه للجيش الحر، وتم القضاء في مدينه عفرين وحدها. طيب هذه الكتائب نعم. التي كانت قادمه من حمص والغوطه. نعم هذه 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 مساله يبدو انها شديده الاتصال بالتطورات الميدانيه، ربما ليست هي موضع النقاش الاساسي في هذه الفقره، لكن على اي حال ايضا هي مساله تبدو جديده للغايه ان تركيا الان باتت تحاول التهام الجيش السوري الحر الذي كان هو ايضا من بين ابرز الموالين لها. من دمشق ينضم الينا الان عبر الهاتف اللواء محمد عباس، نائب مدير الاكاديميه العسكريه السوريه سابقا والخبير العسكري. سعاده اللواء اهلا وسهلا بحضرتك. ما الذي تريده الحكومه السوريه من صياغه مسوده الدستور يمكن ان تكون لائقه او مقبوله على الاقل من وجهه نظرها في ضوء التطورات الميدانيه التي اشار اليها السيد ابراهيم كابان من برلين؟ اسعد الله صباحكم بكل خير وشكرا لكم. في الواقع الدوله السوريه حريصه على الوصول الى نهايه للحرب العدوانيه الامريكيه التي تشن على سوريا منذ عام 2011 تحت مسميات الحريه والديمقراطيه وحقوق الانسان، وبالاستناد الى الجيوش الامريكيه في مدينه في الشمال السوري وفي الشرق وفي الجنوب شرق السوري. اليوم الدوله السوريه عندما نتحدث عن مساله الدستور وصياغه الدستور واعاده صياغه بعض الفقرات في الدستور او المواد في الدستور، لا نعني على اطلاق صياغه الدستور الجديد، لدينا دستور جديد تم اطباعه منذ سنوات قليله، وهذا الدستور يلبي تطلعات المجتمع السوري. لكننا عندما نقول اننا يمكن لنا ان ننتج دستورا افضل ويقدم لنا ايضا الشروط الايجابيه التي تكون لدينا الدوله السوريه التي نتطلع اليها ونسعى لبنائها بالتكامل مع كل المواطنين السوريين، فهذه يعني اننا نحن بالاتجاه الصحيح. صياغه مواد جديده، اعاده دراسه الدستور من قبل السوريين وفيما بين السوريين، وفي مستوى يقدم ويؤخر. طيب سعاده اللواء، حتى علاقه لها بصياغه الدستور حتى يصبح الحديث اكثر. الدستور مساله سياديه سعاده اللواء، الدستور مساله سياديه وليس علاقه بالدستور لدينا اي اتصال على الاطلاق. نحن نتحدث عن ان دستورنا قد يكون يعني مبشر منسق للحوار لكنه ليس اكثر من ذلك. طيب حتى لا تبدو المشكله في شخص ديمستورا، لان ديمستورا سيغادر والامم المتحده ربما ليس لها الثقل الكافي قياسا بحجم ثقل الفاعلين الدوليين في الملف السوري، ما هو الحد الادنى الذي يمكن ان يكون لائقا ومستساغا ومقبولا من قبل الاطياف السوريه المختلفه لصياغه هذا الدستور؟ الحد الادنى على الاقل من التوافق. الحد الادنى من التوافق هو الذي يقبل به السوريون جميعا. نحن بانتظار الدستور الذي نتطلع اليه الذي يتوافق عليه السوريين والسوريون والذي ايضا يكون مقبولا من خلال الاستفتاء الوطني. لا دستور في سوريا الا في الاستفتاء الوطني، ولا دستور في سوريا الا بخلال موافقه كل المواطنين السوريين. ما هي هذه النقاط التي ربما تمثل حدا ادنى من التوافق السوري قبل ان تطرح هذه الوثيقه للاستفتاء والتصويت عليها؟ لان المساله ايضا ستكتنفها عواقب وعقبات يبدو انها ستكون صعبه للغايه، لكن على الاقل في كتابه هذه المسوده وكتابه هذه الوثيقه، ما هي النقاط التي ربما تشكل الحد الادنى من التوافق اصلا؟ لا نتحدث عن الحد الادنى من التوافق، نحن نتحدث عن الحد العظمي والحد الاعلى الذي يقبل به السوريون. لا نقبل الحد الادنى، نحن نتطلع الى سوريا المتكامله، المتضامنه، المجتمعه، المتآلفه. نعم لدينا كثير من الصعوبات، لدينا كثير من نتائج الحرب،
والعدوان التي شنت على سوريا بهدف استنزاف المواطن السوري والانتقاد به لكي يكون جنديا لتركيا وجنديا للسعوديه وجنديا لامريكا. المواطنون السوريون اعتقد انهم عندما وهناك اطراف اخرى ربما حضرتك حضرتك لم تشر الى اطراف اخرى ايضا بعيدا عن هذين الطرفين او هذه الاطراف التي اشرت اليها، هناك ايضا خشيه من ان يكون البعض مجندون لخدمه اجندات اخرى بعيدا عن هذه الاطراف. ستبقى معي سعاده اللواء واذهب الى الاستاذ ابراهيم كبان لاطرح عليه ايضا ذات السؤال. استاذ ابراهيم، ما هي النقاط التي ربما تشكل حدا ادنى من التوافق التي يمكن ان يعبر من خلالها هذا الدستور حتى وان لم يكن دستورا مثاليا، وفي مثل هذه الظروف لا يرجى ان تقدم وثيقه توصف بالمثاليه؟ يعني قبل ان ادخل في هذا المحور، يعني ضيفكم من دمشق يتحدث حول الوجود الامريكي في شمال سوريا ولا يدرك ان الاداره الذاتيه او قوى سوريا الديمقراطيه التي حمت تلك المنطقه من الاحتلال التركي والاحتلال الداعشي. طيب حتى لا يبدو الحديث في اطار هذه الثنائيه ما بين ما تقوم به القوات الكرديه هناك والفصائل الكرديه وبين ما تقوم به القوات السوريه وغيرها، الاشكاليه يبدو انها اعقد من ان تناقش في معرض الحديث عن وثيقه دستوريه. ما هي النقاط التي قد تشكل الحد الادنى اذا؟ يعني بالتاكيد يعني هناك نوع من التفاهمات، يعني حتى هذه اللحظه لابقاء على وجود النظام في مدينه القامشلي التي هي عصبت الاساس في الاداره الذاتيه وايضا في الحسكه، وايضا هناك زيارات ربما تكون علنيه وغير علنيه بين الاداره الذاتيه والحكومه السوريه حول حلحله الامر. اعتقد يعني اذا انا فهمت من حضرتك فكره احتماليه ان يكون هناك نظام حكم فيدرالي مثلا، هذا قد يكون مستساغا من قبل السوريين مثلا؟ بالتأكيد، يعني عندما نقول الشمال السوري نحن لا نقول منطقة الفلانية، نحن نسمي الشمال السوري. أستاذ إبراهيم، هناك مشكلة إذن في أن نتم هذا الاتصال، سنعود إليه مجددا الأستاذ إبراهيم كبان عبر خدمة سكايب من برلين. أذهب إلى اللواء محمد عباس. سعادة اللواء، منطق القبول بحكم فيدرالي مثلا في سوريا أو أن تكون لبعض المناطق ما يمكن وصفه بالحكم الذاتي أقل قليلا أو أكثر قليلا، هل هذا أيضا من بين النقاط التي يمكن أن تكون مستساغة لدى السوريين؟ فقدنا الاتصال للأسف أيضا مع اللواء محمد عباس على أي حال، الذي كان يتحدث ربما بمنطق أن هناك رغبة في إنجاز ما يمكن وصفه بالحد الأعظم والأكبر من التفاهم بين السوريين، وإن كانت المشكلة حتى هذه اللحظة أن اللجنة الدستورية السورية حتى هذه اللحظة تعاني من مشكلة أن تنعقد هذه اللجنة بحسبان أن هناك مشكلة في القائمة الثالثة التي يفترض أن تقدمها الأمم المتحدة عبر بعثتها الأممية المعنية بالأزمة في سوريا برئاسة هذا الرجل ستيفان دي مستورا الذي سيغادر منصبه في غضون أيام. الحديث حتى هذه اللحظة عن مشكلة أصلا مرتبطة بانعقاد هذه اللجنة التي كانت من بين مخرجات مؤتمر سوتشي للحوار بين الأطراف السورية والذي حضرته الحكومة السورية وأطراف من المعارضة. أشكر على أي حال الأستاذ إبراهيم كابان الذي انضم إلينا عبر خدمة سكايب من برلين، وكذلك اللواء محمد عباس عبر الهاتف من دمشق.